لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. يواجه فريق نهضة بركان مضيفه نادي نابسا ستارز الزامبي في مواجهة قوية بين الفريقين برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويسعى فريق نهضة بركان لتحقيق نتيجة إيجابية ضد فريق نابسا ستارز الزامبي للحفاظ على حظوظه من أجل التأهل إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكاف. ويحتل فريق نهضة بركان المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بينما يحتل نادي كوتون سبورتس الكاميروني المركز الأول برصيد 6 نقاط، وخلفه نادي شبيبة القبائل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الآخر يتواجد نادي نابسا ستارز برصيد نقطة واحدة. وتقام مباراة نهضة بركان ومضيفه نادي نابسا ستارز يوم الأربعاء 21 أبريل انطلاقا من الساعة 4 عصرا، وذلك برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكاف. للإشارة المقابلة بين الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى.